السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله معانا فيديو جديد هنكمل فيه درس الكون والنظام الشمسي. في الفيديو السابق اتعرفنا على نظرية نشأة الكون، اتكلمنا عن نظرية الانفجار العظيم اللي فسرت نشأة الكون. إن شاء الله في الفيديو ده هنتعرف على مجموعة من النظريات اللي فسرت نشأة المجموعة الشمسية. نظريات نشأة المجموعة الشمسية. تعددت النظريات العلمية والفلسفية التي تفسر نشأة المجموعة الشمسية حتى وصلت إلى 20 نظرية، لكن معظم هذه النظريات أو جميعها غير مؤكدة. عشان كده هنختصر في الدراسة على 3 نظريات فقط، وهي نظرية السديم للعالم لابلاس، نظرية النجم العابر للعالمين تشامبرلين وميلتون، النظرية الحديثة للعالم فريد هويل. هنبدأ أولا مع نظرية السديم للعالم لابلاس عام 1796 ميلادية. نشر العالم الفرنسي بريسيمون لابلاس في عام 1796 ميلادية بحث بعنوان نظام العالم، تضمن تصوره عن نشأة المجموعة الشمسية. وطبعا هو تأثر بمشاهدتين، هما وجود ما يشبه السحب، وجود ما يشبه السحابة أو السديم في الفضاء. 2 الحلقات السحابية المحيطة ببعض الكواكب مثل كوكب زحل. يبقى تأثر بمشاهدتين في تصورها عن نشأة المجموعة الشمسية. إيه هما؟ وجود ما يشبه السحابة أو السديم في الفضاء، الحلقات السحابية المحيطة ببعض الكواكب مثل كوكب زحل. بعد كده هنتكلم عن فروض نظرية السديم. هنقسم نظرية السديم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة تقلص السديم، ودي فيها ان المجموعه الشمسيه في الاصل عباره عن كره غازيه. يبقى كانت المجموعه الشمسيه في الاصل عباره عن كره غازيه متوهجه تدور حول نفسها، واطلق عليها اسم السديم. 2 بمرور الزمن تقلص حجم السديم نتيجه لفقدان حرارته تدريجيا، وتزايدت سرعه دوران حول نفسه. يبقى 2 بمرور الزمن فقد السديم حرارته تدريجيا فتقلص حجمه وزادت سرعه دورانه حول نفسه. وده الشكل اللي بيوضح ليه اللي بيوضح مرحلة السديم أو السديم، تمام؟ المرحلة الثانية وهي مرحلة تشكل الحلقات الغازية نتيجة القوة الطاردة المركزية الناتجة عن دوران السديم حول نفسه. فقد السديم شكله الكروي وأخذ شكل قرص مسطح دوار، أو تحول إلى شكل قرص مسطح دوار. 2 انفصلت أجزاء من السديم عن هيئة حلقات غازية أخذت في الدوران حول الكتلة الملتهبة المتبقية منه وفي نفس اتجاهها. يبقى في المرحلة الثانية تشكل الحلقات الغازية أدت القوة الطاردة المركزية النشأة عن دوران السديم حول نفسه أو حول محوره إلى 1 فقدان السديم شكله الكروي وتحوله إلى شكل قرص مسطح دوار. 2 انفصال أجزاء من السديم عن هيئة حلقات غازية أخذت في الدوران حول الكتلة الملتهبة وفي نفس اتجاهها، تمام؟ المرحلة الثالثة وهي مرحلة تشكل المجموعة الشمسية. 1 بعدما بردت وتجمدت الحلقات الغازية شكلت الكواكب أو شكلت كواكب المجموعة الشمسية. 2 الكتلة الملتهبة المتبقية في المركز شكلت الشمس. لو بصيت على الشكل، الكتلة الملتهبة اللي في المركز بقيت كما هي شكلت نجم الشمس، والحلقات الغازية شكلت كواكب المجموعة الشمسية. يبقى تاني المرحلة التالتة تشكل المجموعة الشمسية. بعد ما بردت وتجمدت الحلقات الغازية شكلت كواكب المجموعة الشمسية. الكتلة الملتهبة المتبقية في المركز شكلت ايه؟ شكلت الشمس. تعريف السديم. السديم هو كرة غازية متوهجة كانت تدور حول نفسها ويفترض انها كونت المجموعة الشمسية. مرة تانية المقصود بالسديم او تعريف السديم كرة غازية ملتهبة او متوهجة كانت تدور حول نفسها ويفترض انها كونت المجموعة الشمسية. تاني نظرية من نظريات نشأة المجموعة الشمسية وهي نظرية النجم العابر للعالمان تشامبرلين وميلتون. يبقى نظرية النجم العابر للعالمان تشامبرلين وميلتون عام 1905 ميلادية. فروض نظرية النجم العابر. تقوم النظرية على مجموعة من الفروض. هي 1 كانت المجموعة الشمسية عبارة عن نجم واحد كبير هو نجم الشمس. يبقى كانت المجموعة الشمسية في الأصل عبارة عن نجم كبير واحد هو الشمس. 2 اقترب من الشمس نجم آخر عملاق، نجم الشمس واقترب منه نجم آخر عملاق. 3 قام هذا النجم بجذب الشمس نحوه
مما سبب تمدد كبير في جزء الشمس المواجه للنجم. النجم العملاق او اللي حجمه كبير جدا نتيجه لكتلته الكبيره وحجمه الكبير جذب الشمس ناحيته، وده خلى الشمس حدث فيها تمدد من ناحيه النجم. تمام، حدث انفجار لهذا الجزء المتمدد من الشمس فشكل خطا امتد من خطا غازيا كبيرا ممتد من الشمس حتى اخر الكواكب. يبقى حدث انفجار للجزء المتمدد من الشمس ده فكون خط غازي كبير طوله من الشمس حتى اخر الكواكب. هربت بعد كده الشمس من جاذبيه النجم العملاق بفعل الانفجار. الشمس لما حدث ليها انفجار اتكون خط غازي طوله من الشمس حتى اخر الكواكب، والشمس هربت من النجم بفعل الانفجار. بعد كده الخط الغازي تكثف او بدا في التكثف بسبب قوه التجاذب، ثم برز مكونا كواكب السياره. يبقى رقم 6، الخط الغازي اللي كان موجود من الشمس حتى اخر الكواكب بدا في التكثف بسبب ايه؟ بسبب قوه التجاذب، ثم برز مكونا لكواكب السياره. يبقى فرض النظريه مره ثانيه وبسرعه، ان الشمس كانت في الاصل او المجموعه الشمسيه في الاصل كانت عباره عن نجم واحد هو الشمس، اقترب منها نجم اخر عملاق، جذب الشمس نحوه مما سبب تمدد في جزء الشمس المواجه ليه، حدث انفجار، وبالتالي هربت الشمس من تاثير النجم، وتكون خط غازي طوله من الشمس حتى اخر الكواكب. بدا الخط الغازي بيئه التكثف بسبب قوه التجاذب، ثم برز مكونا لكواكب السياره. ده شكل النهائي للمجموعه الشمسيه، الشمس وحولها كواكب السياره. النظرية الثالثة لتفسير نشأة المجموعة الشمسية، وهي النظرية الحديثة للعالم فريد هويل، وكانت عام 1905. يبقى أنا عندي نظريتين 1905، نظرية النجم العابر للعالمين شامبرلين وهاملتون، والنظرية الحديثة للعالم فريد هويل 1905 ميلادية. تمام، بنيت النظرية الحديثة على ظاهرة فلكية وهي توهج النجوم أو توهج نجم المد لمدة قصيرة يلحق بحيث يصبح من ألمع النجوم في السماء، وبعد يوم أو يومين يختفي توهجه تدريجيا ليعود إلى مكان عليه. تمام؟ يبقى النظرية بنيت على ظاهرة إيه؟ ظاهرة توهج النجوم. إيه بقى سبب هذا التوهج؟ سبب التوهج غير معروف على وجه التحديد، بس في العلماء بيعتقدوا إنه بيعود إلى انفجار النجوم. تمام؟ يبقى سبب التوهج غير معروف على وجه التحديد، ولعله يعود إلى انفجار النجم نتيجة التفاعلات النووية التي تحدث فيه أو تحدث به فجأة وبعنف لدرجة يقذف مع هذا النجم كميات كبيرة من المواد الغازية. يبقى سبب التوهج غير معروف على وجه التحديد، لكن على الأرجح بيعود إلى انفجار النجم نتيجة تفاعلات نووية مفاجئة بتحدث نتيجة تفاعلات نووية بتحدث في فجأة وبعنف لدرجة تجعل النجم يقذف معها كميات كبيرة من المواد الغازية. لما النجم بيحدث له انفجار نووي بيبدا حجمه يزداد، وبالتالي يزداد لمعانه، وعندما تفقد الغازات المطروده يعود لمعانه الى ما كان عليه سابقا. طيب فروض النظريه الحديثه 1، وجود نجم يدور بالقرب من الشمس. في نجم بيدور بالقرب من الشمس. 2، النجم هيتعرض للانفجار بفعل تفاعلات نوويه ضخمه. يبقى 1، وجود نجم يدور بالقرب من الشمس. 2، تعرض النجم للانفجار بفعل تفاعلات نوويه ضخمه. 3، ادت قوه الانفجار لطرد نواه هذا النجم بعيدا عن جاذبيه الشمس. يبقى ايه اللي حصل؟ نواه النجم انفصلت عن النجم وبعدت عن جاذبيه الشمس، بينما بقيت سحابه من الغاز بجوار الشمس، وتعرضت بعد كده لعمليات تبريد وانكماش مكونه للكواكب السياره. يبقى رقم 3، أدت قوة الانفجار لطرد نواة هذا النجم بعيد عن الشمس. دي نواة النجم بعيد عن الشمس اهي. تمام؟ بعد كده سحابة الغاز اللي بقيت تعرضت لعمليات تبريد وانكماش مكونة الكواكب السيارة. 5، تحكمت قوة جذب الشمس في مدارات الكواكب حولها. نجم الشمس موجود، نتيجة قوة جذب الشمس اتحددت أشكال المسارات او اشكال واماكن الكواكب اللي حوالين الشمس، بتحكمت قوه جذب الشمس في مجرات الكواكب حولها. هنتكلم بقى عن بعض التطبيقات التكنولوجيه، وعندنا اول حاجه مقراب او تلسكوب. يعني ايه مقراب؟ هو تلسكوب، مقراب او تلسكوب شمسي. ده بيعمل ايه؟ بيستخدمه الفلكيون في ان هم يدرسوا الشمس. بيستخدم الفلكيون معدات خاصه
مرتكزة على الأرض أو محمولة في الفضاء لدراسة الشمس. يجمع ضوء الشمس ثم يفرق إلى طيف شمسي. يجمع ضوء الشمس ثم يتفرق إلى طيف شمسي بواسطة المطياف. معظم المعلومات الفلكيين عن الشمس حصلوا عليها من دراسة أطيافها. يبقى احنا بنتكلم عن الميكروب اللي هو تلسكوب شمسي، وده عبارة عن معدات خاصة بيستخدمها الفلكيون، إما تكون مرتكزة على الأرض أو محمولة في الفضاء لدراسة الشمس. بيدرسوا الشمس إزاي؟ بيجمعوا طيف الشمس ثم يتم تفريقه بواسطة المطياف، ونتيجة دراسة طيف الشمس بيبدأ العلماء يحصلوا على معلوماتهم عن الشمس. يبقى بيحصلوا على معلوماتهم من إيه؟ من دراسة طيف الشمس أو أطياف الشمس. نوع بقى التلسكوب الشمسي او الميكروب الشمسي ده بيعمل ازاي؟ بيعمل على انعكاس اشعه الشمس لاسفل الى مرآه في نفق تحت الارض، وتتكون صوره للشمس في غرفه مربطه حيث يستطيع الفلكيون دراسه ضوءها. يبقى فكره عمل الميكروب او التلسكوب الشمسي ايه هي؟ انعكاس اشعه الشمس لاسفل، انعكاس اشعه الشمس لاسفل الى مرآه في نفق تحت الارض، وتكون صورة للشمس في غرفة ضرب غرفة المراقبة، وبعد كده دراسة كيف الشمس أو دراسة الصورة دي ومعرفة معلومات عن الشمس. لو بصينا ده شكل الميكروب الشمسي أهو، زي ما يكون عندنا مرآة بتعكس ضوء الشمس، والصورة بتتكون في حاجة اسمها غرفة المراقبة. يبقى أنا عندي أهو الضوء بيسقط على مرآة، المرآة موجودة في نفق بتعكس ضوء الشمس عشان يصل لحاجه اسمها غرفه مراقبه، تمام؟ بيصل لايه؟ لغرفه مراقبه. هنا دي مرآه ومرآه مستويه ودي غرفه المراقبه، تمام؟ طيب عندنا تاني حاجه تلسكوب هابل. ايه التلسكوب ده؟ التلسكوب ده احنا قلنا ان هو اجهزه خاصه العلماء بيستخدموه في دراسه الفضاء. طيب تلسكوب هابل ده تلسكوب اسمه هابل، اطلق في نيسان، نيسان اللي هو شهر ابريل، يبقى تلسكوب هابل ده ايه؟ اطلق في الفضاء عام 1990 في شهر ابريل في مدار حول الارض ارتفاعه 500 كيلو متر. ايه الهدف منه؟ هيجمع هيجمع معلومات ليه بقى؟ لموقع الاشياء يرجع عمرها الى ملايين السنين، لتتيح للفلكيين فرصه للاطلاع على تكون الكون بعد الانفجار العظيم. يبقى تلسكوب هابل ده تلسكوب اطلق في الفضاء في شهر ابريل عام 1990 في مدار حول الارض على ارتفاع 500 كيلو متر، والهدف جمع او ان هو يجمع من موقعه صور لموقع او لاشياء يرجع عمرها الى ملايين السنين، تتيح للفلكيين فرصه للاطلاع على تكون الكون بعد الانفجار العظيم. يعني تلسكوب هابل ده اطلق علشان نبدا ندور على معلومات عن نشاه الكون، وده شكل تلسكوب هابل. بكده نكون خلصنا الفيديو وخلصنا درس الكون والنظام الشمسي. إلى اللقاء في فيديو جديد ودرس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.